أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، والمقرر انطلاقها الأحد بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. يناقش جدول أعمال الحوار للمحور السياسي في أسبوعها الثالث في جلستين موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.